طبعا حاجه جميله جدا وشيء رائع وتقليد جميل. والاستاذ مصطفى علي امين طبعا من القامات الصحفيه اللي تركوا بصمه هائله لا تنسى في مجال الصحافه في مصر. قدروا يعملوا جورنال متميز وقدروا يعملوا مؤسسه متميزه، مؤسسه حيه قويه لا تزال شابه وقويه وقادره على المنافسه. بوابتكم بوابه جميله جدا. طبعا سعيد بالمشاركه وسعيد ان احنا بنحيي فكره تشجيع الموهوبين من الشباب الصحفيين والشابات وكل الاجيال، شيء رائع وجميل. اتمنى لكم مزيد من التوفيق ان شاء الله. شكرا.